هنا بقى نروح لفيديو المستشار بيتكلم على الحجز على ممدوح عباس، نروح ونرجع لكم تاني. في زملكاوي رشيد يقول لي ممدوح عباس حرام عليك اللي بتعمله في النادي مش مع مرتضى. فين حسن امام اللي يقول لك ده بابا؟ فين حسن شحاته؟ فين فاروق جعفر؟ فين ايمن يونس؟ هما فين؟ يروحوا يقولوا له ده مش مرتضى، ده النادي هو مش شيكابالا. كان عنده مشكلة مع سبورتنج لشبونة، مليون ونص دولار حاطين احنا هناك في الحساب، 2 مليون دولار ما تحولوش، القيد هيتوقف 3 دورات. وخليكم نايمين وخلي العيال تشتم واصحاب الصفحات واللي عاملين قنوات، انت مكتفنا ليه؟ انت ليك 2 مليون دولار في البنك، عايزين نحول مليون ونص. المصيبة مش في دي بس، المصيبة كمان انك انت مش عارف تدخل فلوس، يعني اللي عارف تاخد ال 100 مليون ولا عارف يدخل لك فلوس. ده كان الحوار بيني وبين السيد الوزير، هو وبعض المسؤولين المحترمين وعدوا انه يحل المشكله دي. انا ما عنديش مشكله، انا غصب عن اي حد الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، غصب عن اي حد ما عنديش مشكله خالص. انما عندي مشكله انك شايف ابنك بيموت قدامك مش قادر تعمل له حاجه. ده الزمالك دلوقتي للاسف، ده الزمالك دلوقتي ومتحملين.